السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عمر من قناه ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. ويا عم قبل كم يوم اخوكم في الله كان في الشاطئ، انا واصحابي قررنا نروح البيتش الشاطئ. هناك في البيتش كان في ملعب كره طائره، واخوكم في الله ملك الكره طائرة. تعرفوا عاد انتوا في الشاطئ الواحد خلاص ما يلبس جزم، الرملة ناعمة ومع الحر تشيل التيشيرت كذا وتلعب بالشورت طار كأنك في شواطئ الكوبا كابانا. حسبي الله على الكوبا كابانا. فسخت التيشيرت وشلت الجزمة وصلت شلت كل شيء ودخلت اجري على ملعب الكرة الطائرة، اخذت الكورة وجيت برسل طخ 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 تحت، يعني دعست على حاجة الله لا يوري والله ما ادري ايش هي، ورجلي تنزل دم، الشواطئ الذهبية صارت حمراء من الدم. وتعلمت افتكرت الشعور، قلت يلا عادي شكلها حجره شخصت رجلي ولا حاجه لاني ماشي عفيان حسبي الله ونعم الوكيل في الكوبا كمان. يوم يومين الالم مو قاعد يوقف بل بالعكس يزيد، الالم والوقت عمودان لا يلتقيان بل يسيران معا. حسبي الله ونعم الوكيل، ما ادري ايش بالالم وراضي يروح، وكل خطوه امشيها كل كذا احس رجلي تتقطع كانه في شوكه داخله كده بالعرض في رجلي، وكل ما اضغط على رجلي وانا قاعد امشي الشوكه تقطع اكثر. خلاص ما قدرت اتحمل، ما قدرت، رحت المستوصف ما ادري المستشفى، وهذا كان ثاني غلط ارتكبته ان بعد الغلط ان انا رحت العب كره شاطئ طاير. حسبي الله على الطاير، دخلت المستوصف وانا احرج اليوم شافوني السكيورتي. حسبي الله على السكرت شايفني اعرج يقول لي ايه جيت صورت مقطع وتعورت الحين تجينا لا يا شيخ. حسبي الله على رجلي على السكرت طلع من المتابعين. المهم رحت الاستقبال وانا اعرج والبنت البارده شايفتني قاعد اعرج تقول لي سلامات كيف اقدر شوفي رجلي جايك يا اعرج حجيكي اقول لك صداع. ودتني عند دكتور جراحه كذا قالت لي اطلع الدور الثاني وانا برجلي اتقي الله. بعدين ابفهم ايش المستشفى هذه اللي تحط دكتور جراحه حقت قدم في الدور الثاني، كيف اطلع له هذا؟ انا باليلا قاعد امشي. طلعت عند الدكتور وانا اعرج والدكتور قال لي اهلا وسهلا كيف ممكن اخدمك كيف ممكن تخدمني، ما انت شايف انت الثاني شوف قاعد اعرج. تفضل يا عمر تفضل اقعد على قعدت على الكرسي والدكتور بدا يتفصح اللي هو رجلي. الدكتور كذا قلب رجلي طالع فيها من تحت عينه خرجت من مكانه وانا قلبي طاح في سروالي لما شفت عينه خرجت من مكانه. يا دكتور طمني ايش شايف يا دكتور؟ راح نزل الدكتور رجلي كذا واتلخبط كذا بعدين نادى الممرضه يا مدري مين روحي جيبي المشرط نيرس جيبي المشرط بالله. المشرط دكتور هنقطع الكيك اليوم ولا ايه؟ بسرعه بسرعه روح جيب المشرط. والممرضه جات باسرع من سرعه البرق جابت مشرط وانا هنا عرفت انه الموت يا جماعه تخيل الموت. الدكتور جاب المشرط ودخله في رجلي يحفر الدكتور. انا بريد اشك ان الدكتور سايكوباث يا جماعه يحفر وانا اصرخ يا دكتور. والدكتور يقول لي ما تقلقش دكتور رجلي راحت. يحفر الين الدم صار يتطاير اليوم انا خايف اني اموت بسبب فقدان الدم. بدأت احس انهم حياخذوني من غرفة الجراحة لغرفة التبرع بالدم يحطوني دم على الدم اللي خسرته. يا رجلي بشر انا خلاص انا لما شفته يحفر قلت بس حيطلع من رجلي خازوق. الدكتور كده في نص التحفير كده فجأة وقف كده وطلع المشرط وصار يطالع وانا مستوعب سيبنا بشر يا دكتور بشر. راح الدكتور كده حط المشرط على جنب ونزل رجلي كده وقال لي لا انت زي الفل ما فيك الا العافيه الحمد لله شوف رجلك زي الفل. تيك ذيس نيرس سلام اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية اسم قناتي ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع كده. الحمد لله على السلامة بعد ما قطعت لي رجلي
من اول.